هنتكلم عن السيجارة. السيجارة اللي في ايدك او اللي نقول تكاد لا تفارق ايدك بتشربها بنهم شديد وبحب وبحماس. بحب بإدمان. بإدمان بحاجة طيب. وطبعا وحشة لك انت بالذات ونسأل مجرب. يعني انت عامل عملية في القلب والسيجارة دي مضرة للقلب. هل بتحاول انك تنتحر ولا بتحاول تعند ولا بتعمل ايه بالظبط؟ هو ده سؤال حلو. متهيألي في جزء زي ما انت بتقوله يا طارق، انا قال في حته انتحاريه. قال الانتحار ده هروب، وانا عاده انه بعتبر الهروب جبن، وانا ما احبش ان التهمه دي تيجي على نفسي، لكن مش حاسس، حاسس انه في احتمال انه في حته انتحاريه بس ما هياش جبن. ولما تدمن شيء، وللاسف ودي ادمان، وادمان وحش يعني النهارده معروفه، ولما تروح امريكا دلوقتي في اي حته ما تقدرش تدخن يعني في حتت كتيره قوي، لكن دي برضو حريه على انه يعني ممكن تتدخل يعني برضو في حريتي ما دام انا مش مضايقك، ما دام حته مش مقفوله قوي وما اعرفش وبدخن فيها على انه بقيت عذر، بس عذر شديد حقيقي يعني، ما انا بحاول كل يوم بحاول حتى اقللها شويه، لكن تعودت ربطتها شويه بالتفكير وربطتها شويه بال انه يعني بتهديني، يمكن كل ده علمين برضه. بتخاف من الموت؟ لا. تنتظره في اي لحظه؟ طبعا زي اي بني ادم في العالم في الدنيا مثلا. ما انتش عايز تعمر اكتر عشان تقدم فكر اكتر وافلام اكتر؟ القرار ده مش في ايدي انا، وانا راضي جدا. لا كأمنية؟ لا. ما تحبش ان يومك يبقى 25 26 ساعة، تحبه 24 ساعة؟ لا، ما انا باخد 18 ساعة في النهار من 40 سنة لحد النهاردة، بحب الشغل قوي قوي قوي، بس حكاية الموت دي لما تيجي تيجي. طبعا اي حد مننا بيخاف من العاية، لكن الموت نفسه لا، ده في ايد ربنا يا شيخ.